ريكو عدل الكرة في الاسترجاع مادورو الانطلاقة من هناك على الجهة اليسرى خطرة من بياتي يواصل بياتي يلعبها يا لها من لقطة يا لها من تغطية من حكم المباراة حكم في هذه اللقطة كان مع ناصر نادي غرناطة وتمكن من صد هذه الكرة الخطيرة لنادي غرناطة لقطة ممتازة جدا ومثيرة ومضحكة وتبقى تعاد من دون شك على قنوات التلفزيون باستمرار لأنها كرة يعني غريبة وغير متعودين عليها في لقطة مثل هذه يعتذر لك ماليس الحكم قلت طلعت غونزاليس شوف شوف شوف